تفضلي يا عمري، تفضلي تفضلي. البيت بيتك يا قلبي، لك هاي الفيلا خلقت بس لك يا روحي. ولو ولكن الكاميرا مش عندي، بتطيري العقل والله يا روحي. فوت لجوا بس شوي، انت روح اسبوني وانا برجع بيجي بعد شوي. ليش يا عمري؟ انا ما صدقت ايمت صرنا لحالنا، لسه بدك ياني بعد عنك؟ ايه بس بدي جهز حالي واجي. ها جهزي حالك، فهمت عليكي. طيب بس ما تتأخري علي؟ ايه شغلت 5 دقائق. يلا عمري عم استناك انا. السيارة تحت؟ ايه تمام.
رنوش رنوش عم انا قلت عم تتحمم حتى بالحمام ما في حدا. لا رنوش الباب مفتوح. عشان انكسرت بس يا حيب ما كسرني الشنطة. لا والله كسرني الثقة اللي اعطيتها اياها. طلعت حرامية وعم تضحك علي وانا عم اقول ليش هيك صبية صغيرة بدها تاخذ واحد ختيار مثلي داري بشان المصاري. الله يلعن هالزمن ولك الله يلعن هالنسوان. شو راح يفيدك مال الحرام؟ شو راح يفيدك غير انك راح تاكلي زقوم على قلبك انت واهلك؟ على هيك نسوان بلا شرف يبيعوا شرفهم كرمال المصاري. لك اهلان ولك يا طيب. يا احمد شو؟ لك البنت اللي عرفتني عليها شو بقى؟ طلعت وحدة بنت حرام وحرامية. شو؟ ايه والله يا صاحبي. لا 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 ولك يا طيب معقول؟ لك سرقتني فاتت على بيتي بنص بيتي سرقتني. معقول تطلع منها هيك؟ لك انا ليه من الشوارع يا رجل؟ مساويها بني ادم يا زلمه. والله ما معك خبز تاكل. ايه والله يا صاحبي. يا لطيف يا ابو حميد اقسم بالله ما بعرف وين بدي اودي وشي منك. والله ما لي عرفان من الخجل اقسم بالله يا رشي. نسوان اخر زمن يبيعوا شرفهم كرمال المصاري. ايه ايه ما في مشكله يا ابو شريك خلاص لا تاكل هم. شو راح يعمل لي؟ يعني اخذت هالكم قطعه ذهب راح يغنيني ولا راح يغنيها؟ انا ما اثر علي شيء بس مالي مسامحه. ان شاء الله بدور لك عليها يا طيب. تخير ربك يا ابو حميد جد جد لا تؤاخذني ابوس روحك. والله مالي عرفان يعني والله العظيم يا سواد وشي منك يا ابو شريك. يلا يلا سلام حبيبي يا ابو حميد حبيبي. تخير ربك يلا دير بالك بحالك حبيبي سلام. انا ظرفنا حالي ده ظرفنا شواربك. مثل ما اتفقنا بتسرق الشنطه وبترجع لعندي. هذا البيت ما حدا بيعرفه. انتبهي خلي مخك فتح. يلا شد الرحيل. مينك؟ لك شو هاد؟ لك منين له كل هاد؟ الله لك هي الراحة النفسية. لك هي الراحة النفسية. لك يسعد دينك يا اختي. هيك بدي اياك يا اخت رجال. والله والله انك كفو. والله بيضتي هالمرة. ليكي ليكي سبقوله هاي مي راحة النفسية. والله هذا بشتري فيه البلد. ولو يا أخوي تربايتك أنا. والله أنك فحلة. اسمعي لقلك عنا خطة جديدة. هلأ هلأ في عندي واحد خليجي تاني أوكي؟ لأنه هذا كمان مليان. أنا رفقاتي كلهم زناقيل. إذا أخذنا منهم شوي من زي الجيبة ما راح يأثر معهم. فهمت كيف؟ فهي بدها ترتيبة جديدة. ضبيهم ضبيهم لأنك